بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين لا نبي بعده محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أشكر دائرة الشؤون الإسلامية، وأشكر دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشكر خاصة دبي. فدبي هي التي هي المدينة مكثت فيها واستقريت فيها واطمأننت فيها من 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 كل النواحي. العبد الفقير ولد في أسرة علمية وأسرة هاشمية، علمية هاشمية، وبيئتنا حوالينا علم ومدارس ومساجد، وكل مسجد حديقة من حدائق تفسير القرآن الكريم صباحا ومساء. وفي تلك المدارس والمساجد بيان سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زوايا من زوايا الصرف والنحو والفلسفة. فأنا نشأت في هذه البيئة، فبدأت ابتداء بعدما تعلمت القرآن، وتعلمت القرآن على ثلاث من الأخوات الكريمات، وهما من تلك الثلاث من أرحام والدتي رحمة الله عليها وعلى سائر أمهات المسلمين. ثم توجهت إلى أقرب المساجد وأتعلم تفسير القرآن الكريم وعلم الصرف. ففي هذه المنطقة حفظت تقريباً 120 باباً في علم الصرف، وهو هذا مشهور عندنا بصرف مير سيد السند رحمه الله تعالى وتبارك الجرجاني، له صرف مير، كل كتاب له باسمه مير، مير مطول، مير إساغوجي، مير الشاب على الكافية له الشريفية وما شاكل ذلك. ثم توجهنا إلى النحو، ثم بعد ذلك تفسير القرآن، انشغلت في تفسير القرآن كثيرة جدا، والنحو أخذنا، بعد ذلك الفقه، ثم تدرجنا إلى علم الحديث فمكثنا فيه. ثم عملنا بعد ذلك الحمد لله، درست في مناطق بلوشستان، وكان أول مرة أسند إلي البخاري وصحيح مسلم وتفسير البيضاوي، هذا كان تقريبا سنة 76 ميلادي. في هذه الحدود كنت أدرس الكتب. ثم انتقلنا إلى دور ومعاهد أخرى في تلك البلاد بين أفغانستان وباكستان، المناطق، وكنا ندرس إلى أن قدر الله لي الرزق في هذه البلاد الطيبة المباركة. كان في ودي أن أسافر إما إلى المدينة المنورة، كان في ودي، كنت أدرس أنا ذاك الوقت في دار العلوم العربية من أقدم معاهد في المنطقة الحدودية، وما زالت يعني راياتها ترفرف وتخرج العلماء الوعاظ الحكماء الصلحاء والمصلحين حقيقة، يعني دار العلم حقيقة بمعناه دار العلم. وأنا مكثت في هذه الدار حوالي 8 سنوات، وكنت بعد ذلك عينت مدرسا في هذه. فكنت أردت أن أمشي أسافر إلى المدينة المنورة، كان تارة في ذهني يأتي مصر، جامعة الأزهر الشريف عندنا، للأزهر الشريف الجامع الأزهر، في جامعة جديدة، جامع الأزهر الشريف له موقع في قلوب الناس في تلك البلاد.
وكان احيانا نقول له اسافر الى بغداد، لكن ما في طريق الا دبي، يعني الى اين تمشي لا مخلص لك من تقبيل تربة دبي، لازم تقبل تربة دبي وتسلم على دبي، بعد ذلك الله عز وجل يفتح عليك الطرق. بارك الله في دبي. فجئت إلى دبي وكان في نيتي أذهب، تقررت إلى بغداد وثم أستأنف كذلك مرة أخرى درس في الحديث ودرس في النحو، لأن البغداد البلد الوحيد صدر أنواع العلوم إلى الدنيا، صدر أنواع العلوم إلى الدنيا بعد المدينة المنورة، صدر العلم النحو إما في البصرة وإما الكوفة، صرت من البصرة إلى الكوفة، إما البصري وإما الكوفي، وفن الحديث هناك وفن الفقه هناك، جميع المدارس هناك. وناهيك بإمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وبفقيه الملة والعالم الإمام الأعظم أبو حنيفة، وهناك سيدنا الإمام الشافعي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتلامذة سيدنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس موجود هناك، الإمام الشافعي رضي الله عنه كانوا، وإمام الإمام محمد بن الحسن الشيباني هو عمدة وركن من أركان المذهب الحنفي، تلمذ على سيدنا المالك هنا، فكان بودي هنا شاء الله. ونزلت في أم القيوين هناك، ثم جرت المسألة هناك بين بعض طلبة العلم، فأشرت قل هذا هي مسألة موجودة عندكم في المغني لابن قدامة، فسألوني فأعطوني ورقة وجئت إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل سابقا اللي الآن موجود باسم هيئة عامة للأوقاف، عام سنة 82 أو عام 82 كان، لما نزلت أول كان المطر ما شاء الله غزير رحمة من مدينة كابل، هذا المطر ينزل والسماء تمطر من كابل إلى إسلام أباد وإسلام أباد إلى دبي، كلها ما شاء الله أمطار، وكان دي كان في شهر ربيع الأول هذا. ونزلت دبي يوم 10 إبريل يوم الجمعة، بعد ذلك هذا هو أول مقدمي. فالمهم جئت إلى وزارة الأوقاف، قدمت الاختبار، وفي الاختبار كان كبار العلماء كانوا موجودين، فالحمد لله هم أكرموني وأكرمهم الله وتعينت عندهم، وكان تعيني فيه في عدة أمور، في قسم الردود على الأسئلة الفقهية الفتوى، ونحن فقراء موجودون ونخدم يعني، وفي نفس الوقت وكنت أراجع في المطبوعات للرقابة ما يتعلق بالعقيدة في العربية وخاصة في اللغة الفارسية أو أحيانا في الأردية، فأنا أترجم من هنا إلى هنا، وكنت أقوم بجولات عند الجاليات الأفغانية والباكستانية وأعظهم وأعلمهم الدين وأعلمهم طريقة سنن الصلاة أركان الصلاة والأخلاق، هذا كان شغلي، إلى انتقلت إلى دائرة الشمول الإسلامية والعمل الخيري، أنا ذاك الوقت كسمى دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم الآن هذا الاسم المبارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. فتعينت بعد ذلك هناك، كذا كان وظيفتي إمام خطيب، لكن كنت بأفتي وكنت بأدرس في المساجد وأصلح بين الناس،
سنة 1995، وما زلت الحمد لله لا رأس عملي هنا. وفي هذه الفترات كنت أدرس الترمذي وأحياناً أدرس البخاري، ودرست في هذه السنوات سنن أبي داود لمصلى أصلي بالناس، وهذا المصلى أصلاً لتابع لسعادة الوالد الجندي حفظه الله تعالى وتبارك، يسمى هذه البناية بناية أبراج الجندي. وفي هذه الأبراج مصلى أنا أصلي بالناس عصر والمغرب والعشاء. وكان لي وما زال سنن أبي داود، ودرست كذلك البخاري، ودرست هناك نصف صحيح مسلم، ودرسنا اللمع لإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وتبارك، ومشكات المصابيح، وكذلك الهداية في الفقه الحنفي. درسنا كثير كذلك في اللغة والمفصل، درسنا في هذه. وبالنسبة لخطبة أكثر من 30 عاما أخطب في مسجد مرغم، يسمى هذا المسجد بمسجد الرحمة، ونسأل الله تعالى أن ينزل شآبيب رحمته وغفرانه على باني المسجد وواقف المسجد، وهو الشيخ حسن الملا رحمه الله تعالى وتبارك، من سكان طوار. طلبني لأول مرة لما فتح المسجد، فرحت وألقيت الكلمة، فمن ذاك الوقت أمشي أخطب الجمعة والأعياد. ولما رحت هنا كان يعني جالية كبيرة كان موجودة، هم من أهل مصر وهم من فارس وهم من باكستان وأفغانستان، فكانوا محتاجين إلى أحكام الصلوات والوضوء والصيام. فتقريبا حوالي 20 عاما كنت أخطب لهم وأبين لهم في الخطبة أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، قبل اللغة العربية يعني أبدأ بالخطبة ألقي لهم وعظ بلغتهم قبل الخطبة بساعة ساعتين يجتمعون، ثم الخطبة العربية، لأن لا يجوز الخطبة بغير العربي واللي بدعة منكرة. نعم. ثم بعد الصلاة كذلك أبين الأحكام باللغة الفارسية، فكنت أشرح في تلك المدة غير العربية 3 لغات لهم: البشتو والأردو والفارسي. الحمد لله الآن كما تعلمون العبد الفقير على وظيفة كبير مفتين، اسم وظيفة كبير مفتين، ونحن صغار، وفي نفس الوقت عضو هيئة كبار العلماء، وهذا لنا شرف وهو تكليف، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا الجميع لهذا. فالحمد لله دروسي الآن على أنواع يعني متنوعة، دروسي متنوعة من جملة دروسي صحيح البخاري. وصحيح البخاري الحمد لله يعني رسميا ختمت شرحت البخاري على طريقة الشيخ القدماء من أول كتاب إلى آخر الكتاب في 6 سنوات. وفي هذه الحلقات من المفتيات والواعظات، وهن الكريمات على مستوى من العلم والفقه عالي، لأن أكثرهن عندهن
مؤهلات بمستوى دكتورة والماجستير، وهن من بيوت العلم أصلا، حتى منهن الفقه يتدارس على هم جالسون على سفرة والأكل والموائد، لكن جلساتهم لا تخلو من الفقه في هذا البلد الطيب. أهم الميزات دبي اللي رأيته اللي ما ترى في مكان آخر، إنسان لا يشعر هنا بين أهالي دبي بالغربة، لا يشعر الإنسان بالغربة، يعني تذهب إلى أي مكان كأنك منهم. وفوق ذلك إن الله عز وجل أكرم دبي بشيء عظيم، الناس هنا يتمنى هذا الشيء، ألا وهو الأمن. ومع الأمن أهل دبي وأهل الإمارات وخاصة أهل دبي أهل كرم، فهنا ميزة النواحي أمن، وهذا أمن شيء عظيم. قد يكون إنسان عنده مال عنده علم لكن ما عنده أمن، لا يستطيع أن يواصل أعماله، لا يستطيع أن يواصل أعماله ولا أن يعمل شيء ولا أن يبدع ولا أن يبتكر شيئا إلا في دبي. فإذا هنا ماذا سيقولون؟ ده مدينة المال، مش مدينة المال فقط، لا، مال الحمد لله الله عز وجل، لكن هناك علم ومال وأمن، وهنا إنسانية، إنسان يشعر بالإنسانية. أنا سافرت إلى بعض البلدان، فلا تسأل، ما حد يحسبك كأنك أنت من بني آدم ولا لا، ما أنهم يدعون ما يدعون، لكن هنا فعلا هذه كلام ليس كلام المجاملة حقيقة، هذا كلام خبير ذو خبرة ماكث في هذا البلد منذ 4 عقود وزهاها.